احنا اوريدي بدينا الفقره مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا انا وميمي لما نتكلم فاشن ما نعرف متى نبدا ما نعرف متى نخلص، بس يعني من كل الاشياء اللي هنا قاعده تلفت نظري اكثر شيء او مو اكثر شيء اللي من جد لفت نظري الشنطه اللي انت لابساها، لانه كثير قاعدين نشوفها اوكي، بس دائما اشوفها اقول اوكي هذه، طب بس ايش ححط فيها؟ لا كرت حيدخل، لا لبستك، الايربودز اوكي، بس حتى الايربودز الحين صارت في برو اكبر من العاديه. مزبوط، بس انا هيدي مثلا ليك قد ايه انه مثلا فيك تحط فيها كوينز، بتعرفوا بس تحط كوينز، بس اقول لك شغله، حتى الكوين صار بيتكوين. اكزاكتلي، بس حتى اقول لك شغله، ذكرت اختي انه وقت كان عمرنا 12 11 سنه كنا نحمل شنطات هيك نحن وصغار، لانه كنا نحط بس تشوف كيف الموضه هي بالاخر بترجع بتبرم، كلها بترجع بتبرم لو من سنين. ورح فرجي بعد هلا مع الاكسسوارات، نحن عم نحكي عن الاكسسوارات كيف عن جد الموضه رح بتبرم. اوكي، بس كمان بشغله بدي اقولها اساسيه، انه انا بعتبر الملابس بتبقى ملابس، ما بسميها اطلاله الا لما بضيف عليها الاكسسوارات، ساعتها بصير اسمها اطلاله، ومن هون اهميه الاكسسوارات. واليوم قصدت البس ابيض ساده، هيدا القميص اوريدي لبسته، البنطلون لبسته، ما في شيء جديد، الاضافه هي الاكسسوارات يلي لبستها هو اللي غير اللوك، هي اللي بتغير اللوك، وخاصه بهذا الموسم اغلبيه الترند راحت على الراحه، فالاكسسوارات هي يلي رح تعطي رهجه واطلاله جديده، تفخمها شويتين، تفخمها صحيح. فرح ابدا، اذا اول شيء بفتكر الستات دائما رح يفكروا بحقيبه اليد، حقيبه اليد بالسنين الماضيه كنا دائما نشوف رح يكون في ات باك، صح، ما بقى في شيء اسمه ات باك، في باجز لكل سيدة تشوف شو بترتاح تلبس، ما بقى في شيء سيطرة الات باك. اول شيء رح نبلش بالالوان الرايقة يلي مثل ما عم نشوف على الشاشة، الالوان الباستيل او حتى اللون البينك البابل جام يلي رائج كثير حتى للملابس. فهل الالوان رائجة؟ مثلا انا شخصيا مختارة لإلي هل باوتش، هذه احلى من الصور، هل باوتش انا لإلي حبيت انه البسها، حسيتها بتعرفي شو الفكرة، حسيتها مثل كأني حاملة غيمة. يا سلام يا غيمة انت. والشيء الجديد بهالالوان البابل بالغام هو الشيب تبعهم. هلا بس حتى افرجيكي ساره الشيب، الاغلبيه شيب قديم، هذا صار كثير صح، اغلبيه شيب الحقائب اليد عم بتعود للتسعينات. هيدا تذكرها هذه الحين قليل، هيدا حقيبه يد انا شريتها بالتسعينات. واو أوكي. كم اي سنه تتذكري؟ لا كنا أوكي. كنت بباريس، كنت انا واختي وصاحبتي وثلاثتنا شرينا نفس الحقيبه، نفس الشيب. طب ما فكرتوا تغيروا عشان تبدلوا؟ لا لانه كل وحده كانت بمحل. وهيدي السنة هاي حقيبة يد هاي السنة، هذه السنة، هاي السنة، بس هيدي حقيبة يد رجعت عملتها هالماركة، كانت أطلقتها بالتسعينات وأعادت ترجع تطلقها من جديد. فبس حتى فرجيك إنه مش هلا أوكي، أنا جايبتهم مش بألوان باستيل أوكي، لانه اخترت لون الباستيل شفته بحقيبه ثانيه، بس تفرجيك انه كمان الواحد بيحملهم بهالطريقه تحت الباط، هيدي هي طريقه رائجه للجزادين. هيدا هذه الطريقه الوحيده اللي تضمن ان ما تنسرقي. يس ترو، تحطيها. في حقائب يد ثانيه رائجه كمان هيدا الموسم، رح بنشوفهم بركي. اوكي، سو كل شيء من قش مثل السله اللي هون موجوده كمان بالصور، او بيكون نت فيش نت. هلا انا ما كثير بتحمس على الفيشنت، لانه بحس اغراضك ببينوا حينزلوا، يعني لازم تحطيهم بكيس بقلب هالكيس. ولكن عم فرجي شو الرائج، مشان هيك انا مثلا ما اشتريت شيء فيشنت، بس تفضلي القش، هذا دائما بحمله، مشان هيك انا عم فرجيكم كل شيء رائج، بس مش معناتها لازم نشتري كل قطعه. كل سيده بنصحها تشتري القطعه الحقيبه اليد يلي بتناسب شخصيتها، يلي بتتماشى مع طبيعه حياتها. اكيد، خاصه تخيل الامهات اللي في اشياء رضاعات واشياء اكزاكتلي. سو مش هين. هلا الحقائب الثانيه يلي ديرجين يلي بيكون عندها ادج قاسي اوكي اوكي، يعني هيدي مثلا اذا انا خبطت حدا بوجعه. عجبتني هذه الشنطوري. ف اذا بتشوفي على الصور شفتي كل لون عندهم ادج قاسي. انترستنج، هلا ما شفتها قبل. ايه هلا الشغله يلي انا اخترتها، مثلا اذا بتشوفي على الصور المسكه اليد هي صغيره
أوكي. أنا لقيت شيء بيناسبني لأنه أنا ما بحب أحس حالي كتير مدام إذا حملتها هيك، سو كان بدي شيء بيناسب شخصيتي، فحبيت الجنزير العريض اللي هو من كمان الأكسسوارات الرائجة، وطبعا في عندي الإدج هون حلوة مرة صراحة الشنطة، واللون يعني مرة ستيتمنت صراحة exactly. واللون فايبرنت بيشبهني وماشي مع لبسك دحين شفت مش هيك لبسة أبيض لحتى كل شيء يلبى. سو إضافة إلى الجزادين لكن شو بعد عندي كان بالحقائب اليد اوكي سو بس بعد عندي الحقائب ما بس ما شان الحقائب أوكي. شو بتقولي لي يعني كيس ما في ما لها اسم بصراحه شوفي اتس بريتي وحلوه وظريفه بس انا اللي انت حين مو فاهمه هلا رح فسلك بس قبل خليني بس بعد شوف اخر صوره قبل ما انتقل لهيدا هن كل الحقائب اليد يلي عمليه فيها جيب كثير في كمان كل الديزاينرز عملوا منها بيكون في على حقة الويست هذه صح؟ تشي بشي ويست شي بتجي من هون بيكون أوكي. فيها باوتشز مختلفة حتى تحطي فيها أغراض مختلفة ونوصلها هي كلمة الإيتا الباوتشز يلي هلا بدنا نحكي عنهم حتى بيستعملون مثل ما قلنا للأيربودز بيستعملون للتليفون يعني فيك تعلق التليفون يعني هذه مثلا الشانيل البيضة أوكي ممكن تحطي فيها الجوال وكرت يس صح؟ ممكن صح هيدي ما فيك تحطي حتى فيها كارت هيدي بس هيك يعني هذه بس منظر حلوة مرة بس انها كانها عقد صارت اكثر يس مور اون ذا سايد ورح منكفي في حتى كمان بيحطوا لك باوتش او شيء تحطي فيها انينه المي ليه حتى ما تستعملي بقى البلاستيك سو تستعملي هالانينه اللي حتضلك تستعمليها كل نهار وما ترجعي تعبيها والله حلوه هذه الفكره صراحه ففي طريقه عمليه رح بنتقل للاحذيه يلا الاحذيه كمان فرجيت في سيلكشن لانه بعدنا بفكره كل شيء مريح سو كل شيء زحف بتدخليه يو سليب اون بتدخلي رجلك شيء دارج اوكي بيقدر يكون من الجلد بيقدر يكون من تكستشر مختلفه هيدا مثل صدف بيقدر يكون فرو وبيقدر يكون من قماش يعني مثل اللي بتلبسوهم بالبيت هلا ما بعرف كيف بينمشى فيهم برا بس الفرو رائج في الصيف هلا بتعرفي بيوروب كثير في منه هلا نحن فينا نلبس لانه اذا كان كل شيء جوا اي سي اي والله بتعوزي تلبسي وبإطار ثاني للحذاء المسطح ولكن بيجي ضخم أكثر مثل البيركنشتوك البدائي ولكن أدخلوا عليه تعديلات مثلا هيدا عليه الزهور ستايلات مختلفة أو يعني. في مثلا صار الشليك شلوك بتتذكري يعني كيف أتذكر هذا كان عنده أوكي. زمان yes. منهم صغيرة exactly. ففي منهم أحبه والله هذا شفتي على الكعب شوي ضخم وكتير عملي هلا صحيح أنا حبيتهم لأنه الرجل بتبين ناعمة فيهم قد ما هن كبار أوكي so you give the impression أنه أنت رجلك أنحف طب واللي رجلها نحيف وناعمة إيش يصير فيه تختفي بركي بتروح على ستايل تاني أوكي خلاص تمام رح بنتقل كمان حذاء رائج هن الفلاتفورم يعني لما بيكون الكعب من الأول للآخر نفس العرض هذول دائما حلوين احب اشوفهم على البحر على البول يلبسوها بس ابدا مو مريحه بس مش وانا بحس حالي عم بالضبط بس لقيت لك حل هيدا لإلي اوكي في عندي فلاتفورم بس ايه انا ممتاز شفتي كيف؟ سو هيدا من كمان من الستايلات يلي كثير رائجه هيدا الموسم فلاتفورم ناعم ولكن كمان مريح فيك تمشي فيه براحه ومن الاحذيه الرائجه هن كل شيء فينا ندخل صبيع الرجلين فيه اوكي بس بيكون في عنده تقطيعات مختلفه شفتي كيف زي كات اوت حقه الفساتين بس على الرجل رح فرجيكي كمان ستايل ثاني شفتي ها مثلا شوفي كيف في عنده تقطيعات مختلفه وبيفوتوا الصبيع باماكن مختلفه من والله فيري كرييتيف صراحه يعني من مجرد شبشب لشيء ارتستيك شوي ودائما رح هيدا الموسم كله ما عم بيكون عندنا كعب عالي كثير ما بقى في وجود للستيلتو ولا للصنادل العالية كعب مريح أوكي. يعني فيك تكوني مرتاحة أنت ولبستي منه عالي وهيدا كمان من أريح وأحسن خبر وهون كمان في عنا نفس الأسلوب كيف فينا نفوت هيدا مع طبعا الكعب المريح بعد شي عندي قبل هون حتى أرجع انتقل وين حطيتوا الإبقاب
بتتذكري الابقاء؟ اوه يا الله كان يسوي صوت كل ما حد يمشي فيه. اوكي هلا صار ما بقى من تحت في كاوتشوك حتى ما يعمل، ولكن اغلبيه المصممين عملوا هالابقاب من ارماس وغير المصممين. انا لاحظت دخلوه بالتصاميم تبعهم، وفي حذاء رح نشوفه على الصور، عم نشوفه بالصور بسموه ذا فيشرمان ساندلز لانه كانوا يلبسوه صيادي السمك. ايوه اللي هو هيدا. هذا صح؟ هيدا اوكي. من الاحذيه الرائجه. والله هذا ولا القبقاب صراحه هذا اتليست شكله مهضوم ولذيذ يعني. اكزاكتلي. ورجعت الباليرينا رجعت على الموضه. هلا انا يعني عم برجع بتطلع بالباليرينات اللي عندي هون، برجع بلبسهم بتطلع بقول بس شكلك غريب صح؟ ايه غريب مش ظابط مع اللوك، بركي بدي وقت او ما بعرف حتى نرجع نتعود نلبس البنين او يمكن زي ما هي لابساه مع تنوره اقصر. يا ميبي ما ايه ما بعرف. زمان تفتكري لما اتذكر لما طلعت البالرين طلعت في نفس الوقت الليجنز، فكان ليجنز وبالرينا هذا كله سليم بالضبط. anyway رح بنتقل ل اطلالات الهاتس. اوكي اوكي سو الباكيت هات هي من القبعات اللي كثير رائجه، وكمان اللي رح اذكر انه الباكيت هات هي صيادي السمك كانوا يلبسوها. صح صح اوكي سو بس حتى فرجيكي. اوكي اوكي ذاتس ماي لوك ان ا باكيت هات اتس فيري كيوت. اوكي هلا كمان فيها اساليب ثانيه يعني بتقدر تكون اوسع. هي هيك ها فرجيكي اب اب حلوين مره حلوين. أوكي. وحلوين للصيف وخاصه انه قبل شوي تكلمنا عن حروق الشمس فلازم كمان هذه تحميلنا وجهنا طبعا. بس ماي فيفورت اوكي هي عوده من التسعينات للكابس. اوكي يعني يلي هي هذه احس انه موضتها ما راحت اساسا. هي ما بتروح بس هلا رجعت يعني ستيتمنت. اوكي سو ما انا لقيت هيدي مفضله بلاقي اكثر شيء بتتماشى مع الستايل تبعي. اوكي ساعتها فيكم تحطوا اقرات الاذنين يلي هلا كثير يلي ممكن بنشوفهم على الشاشه حنضطر نشوفهم بعد شوي ميمي لانه خليل قاعد يستنانا واحنا البنات اللي بنتكلم. سوري خليل عم باخذ لك وقتك ناخذ كل الحلقه لكن شكرا كثير اشياء حلوه لازم نرجع نتكلم فيها مره ثانيه لانه ما لحقنا نتكلم عن السكارفز والاكسسوارات مثلا. فيني احط لها سكرانشي لانه هي رجعت كمان من التسعينات. هذه بنتي ملك ما بتحبها اصلا. شكرا ميمي يعطيك العافيه.